شهدت الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي في العاصمة المصرية إقبالا جماهيريا جيدا بمشاركة أكثر من 150 فيلما من 63 دولة. وكان المهرجان قد افتتح بفيلم The Irishman للمخرج الشهير مارتن سيركوس سيزي وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف هذه الدورة. وتحمل دورة المهرجان هذا العام اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله الذي توفي في يوليو الماضي. دعونا نشاهد رأي بعض الفنانين في المهرجان ثم نعود لنكمل الحديث. احنا لسه في اول يوم، دي حفل افتتاح. ان شاء الله تبقى دورة ناجحة وتبقى دورة جيدة. انا شايف ان لجنة التحكيم لجنة كويسة قوي، فيها قامات كبيرة، الأفلام المختارة أفلام جيدة، إن شاء الله تبقى دورة ناجحة زي الدورات اللي فاتت. يعني نحاول احنا نسعى إلى أفضل الأفلام من العالم كله، يعني ما استنيناش نشوف إيه اللي بيجي لنا. احنا فضلنا في مبرمجين قعدوا يدوروا في كل حتة عشان يجيبوا أفضل الأفلام المتاحة وأجدد الأفلام للجمهور المصري وجمهور القاهرة. لا، الفيلم العربي صار منافس وبقوة، يعني ينافس وبقوة، وبالعكس يعني جودة الأفلام العربية أصبحت جودة بالستاندردز العالمية. فاليوم فيلم عربي ممكن يكون في المسابقة مع فيلم لمارتن سكورسيزي، هذا ما كانش موجود من سنتين ثلاثة. وينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الناقد الفني طارق الشناوي. أهلا بيك معايا أستاذ طارق، ويعني احكي لنا إيه رأي حضرتك. أهلا يا فندم، إيه تقييم حضرتك لمهرجان القاهرة السينمائي هذا العام واللي بيعرض فيه أكثر من 150 فيلم؟ أنا رأيي السنة دي دورة فيها قفزة عن السنة اللي فاتت وعن السنوات اللي فاتت في الألفية الثالثة كلها. عدد الأفلام المهمة كتير، بداية عودة الجمهور للمهرجان، ودي حاجة مهمة جدا. يمكن في الأوبرا واضحة قوي، الطوابير من الساعة 10 الصبح لغاية 10 بالليل، في طوابير قدام شبابيك الحجز. بيظل لسه الطموح انه في البلد نفس المدينة لازم يعود مرة أخرى الإقبال. في إقبال لكن ما هواش طبعا اللي احنا نتمناه واللي مفروض، لكن هيحصل. طب يعني وازاي يا استاذ طارق، ولا لا احكي لنا وجهه نظر حضرتك، يعني ازاي ممكن الجماهير، يعني الجماهير نتذكر من كام سنه مش بعيد، او جايز يكونوا بعيد والله، بس جايز من 10 15 بعيد بعيد بعيد، كان الجماهير بتنتظر فعلا المهرجان عشان تشوف يعني افلام بكل اللغات ومن كل الدول والى اخره. ليه الجمهور انقطع، وازاي دلوقتي ممكن نرجعه مره اخرى؟ هو لان الناس كانت ثقافتها فاكرة الكلمة الشهيرة قصة ولا مناظر، دي كان تعبير يقوله الجمهور المصري، كان معروف كلمة مناظر بتعني ايه، كويس، وكان غالبا بيروح المناظر. فما خلقناش ثقافة المهرجانات، ان فيلم يعني 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 مهرجان بيضم افلام كتيرة، والمسألة مش مسألة مناظر لكن سينما. انا بتصور انه بدأ المهرجان يوصل الرسالة على استحياء لكن موجودة، ويبتدي يعمل تراكم نوعي، بس ده يتم بزيادة عدد الشاشات وسط المدينة. يعني عدد الأفلام اللي معروضة شارع عماد الدين، عدد دور العرض قليل لسه، الشاشات قليلة، لا تزيد زي زمان. يبتدي يخلق حالة من الشغف عند المتفرج. طبعا مع بدايات نجاح المهرجان وعودته فعلا للقلق اللي كان مفتقده، أعتقد أن كل ده سيصب لصالح المتفرج المصري، لان المهرجان للجمهور مش للنقاد او الفنانين. مفيش مهرجان بلا جمهور، والجمهور هو البطل. وكل مهرجانات الدنيا كان او برلين دايما هي تعلن ان عندنا مثلا 500,000 تذكره اتباعت، ده معناها ان المهرجان ناجح بالتاكيد، يعني في توجه لله. طب استاذ طارق، حضرتك حضرت افلام ايه؟ يعني حضرت فيلم الافتتاح ذا ايرش مان الايرلندي، ولا وايه الافلام الاخرى؟ طبعا 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 كتير من الافلام، يعني مثلا لسه مؤخرا فيلم بين الجنه والارض، طيب فيلم فلسطيني لنجوى النجار، ودي مخرجه مهمه، والفيلم الحقيقه ملمس مع قضايا الانسان بعيدا حتى عن الدين، وحريصه على انه تبين ان الموقف اللي ممكن يبقى عند الفلسطيني ليس موقف من الاسرائيلي كاسرائيلي، لكن موقف من الممارسات، وليس موقف من الدين كديانة
يهوديه، لكن من فهمهم الخاطئ للدين. ده كان خط مهم قوي قدمته النجار. ايضا كان في سنغافوره عامله فيلم مهم، واعتقد ايضا ان هذا الفيلم احتمال كبير يوم الجمعه القادم واحنا بنتابع النتائج يتقال هو موسم ممطر، لانها قضيه شائكه عن علاقه استاذه في المدرسه مع تلميذ لها يعني. لكن بتطرح قضايا ابعد من الحاله دي، قضايا متعلقه بفكره ان الانسان بيحتاج للتواصل مع الاخر، ما هياش مجرد نزوه عابره من استاذه مع تلميذ، وغيرها طبعا من الافلام. طيب فين الفيلم المصري؟ فين المشاركه المصريه في مهرجان القاهره السينمائي؟ يعني مهرجان القاهره السينمائي وفين المشاركه المصريه استاذ طارق؟ المشاركه المره دي فيلم احكي لي، انا شفته الفيلم ده، هو لسه هيتعرض بكره غالبا، بكره مظبوط هيتعرض غدا، لكن انا شفته قبل كده، فيلم تسجيلي طويل. مريان خوري هي المخرجه، مريان انت عارفه يبقى خالها يوسف شاهين. الفيلم بيتعرض لثلاثه اجيال وفكره الهويه، هي يعني جيل يوسف شاهين اللي هو جيل الاب، والجيل الاكبر كمان اللي هو جيل اكبر اللي هو ابو الام يوسف شاهين، ثم جيل يوسف، ثم جيل مريان، ثم الجيل الاخير اللي هو بنت مريان. المقصود دي يتكلم على انت مصري عشان جيناتك مصريه، ولا عشان انت عايز تكون على مصري. يوسف شاهين مثلا حسم الموضوع ده، هو اراد ان يكون مصريا، يعني عنده جذور كثيره، كوزموبوليتان العيله دي كلها، يوسف شاهين طبعا كوزموبوليتان، لكنه اراد ان يكون مصريا. والجيل اللي بعد يوسف شاهين اللي هو في مريان وده بخوري مثلا، ايضا عندهم اصرار على المصريه، لكن جيل الابنه اللي هو الجيل الرابع لا، ممزق مش محدد هو ايه، مصري ولا برازيلي ولا يوناني ولا لبناني، يعني الهويه الجيل الاخير مش محدده زي الجيل اللي قبله. هو ده الخط اللي قدمته مريان. طبعا ده فيلم تسجيلي طويل، مفيش فيلم روائي مصري، ودي في حد ذاتها مشكله ضخمه جدا، انه البلد المضيف ما عندوش فيلم روائي طويل يشارك بيه. السبب طبعا ضعف المستوى، يعني بدليل ان قبل كده الجونه عانى من نفس المشكله، ما كانش فيه فيلم روائي طويل يمثل السينما المصريه، اسكندريه عانى ايضا من نفس المشكله، ودي انا بعتبرها انذار خطر ينبغي التنبؤ اليه. طب ايه ليه يعني، احكي لنا يا استاذ طارق، يعني حضرتك بتقول لضعف المستوى، ليه السينما المصريه اصبحت ضعيفه دلوقتي؟ لانه المفروض انه مثلا لو خدنا تجربه المغرب العربي، بتكلم طبعا على تونس والجزائر والمملكه المغربيه، هتجد ودي تجارب الحقيقه مهمه قوي، انها كانت بتدي دعم، يعني تونس تدي، والمغرب والجزائر ممكن يدي دعم مادي لا يرد لعدد من الافلام قد يتراجع او يتردد القطاع الخاص في انتاجها. مصر كانت بتعمل كده وبعدين توقفت، بقى لنا حوالي سنتين ثلاثه متوقفين عن الدعم. الدعم بيجعل في بعض المشروعات وبعض المخرجين، مع الاسف القطاع الخاص بقانون القطاع الخاص المباشر اللي هو الربح اولا وثانيا وعاشرا، بيجعلهم يخافوا من بعض نوعيات الافلام، فبيلجأوا للسينما اللي لها الصبغه التجاريه مش الفنيه، وبالتالي وجودنا بيبقى قليل في المهرجانات. يعني انت احنا اخر مهرجان شاركنا فيه خارج مصر كان قرطاج، وخرجنا بلا جائزه، هو ما كانش فيه الحقيقه تعمد، ما كناش نستحق اي جائزه، يعني لان مستوانا لم يكن يرقى للحصول على جائزه. وحتى الافلام التجاريه يا استاذ طارق برضه عددها بقى اصبح قليل جدا، يعني لو قارنا من السنه دي ببعض سنين فاتت كده هنلاقي حتى العدد. برافو عليك، في تناقص فعلا في الانتاج، احساس المنتج انه ما هو المنتج لازم يبقى عنده يقين انه هيسترد راس ماله. حصل تراجع، يعني لما نوصل لغايه 31 ديسمبر هنقارنه ب 19،
على القرن ال 18 اظن هيبقى فيه تراجع من 10 ل 15% من الانتاج، وده طبعا نسبه كبيره جدا في التراجع. طب استاذ طارق، حضرتك اكيد متذكر كلمه الفنان خالد الصاوي في كلمته في افتتاح مهرجان القاهره السينمائي لما اشتكى ان ما فيش شغل ما فيش فلوس، والحقيقه ان الشكوى دي برضو بتتردد على لسان العديد من الفنانين على استحياء. ايه حل القضيه دي بقى؟ يعني ما دي حضرتك شايف يعني حتى شح الافلام وانتاج الافلام، سواء الافلام زي ما حضرتك ما بتقول جايز المنتج اللي عايز يكسب فلوس مش عايز يعملها دلوقتي عشان خايف يخاطر بيها الناس ما تحبهاش ما تدخلهاش، لكن حتى الافلام التجاريه اللي هو داخل يعني بقلب جامد ان هو على الاقل هيلم اللي دفعه لم ياكل اكبر برضه قليل، فالممثلين دلوقتي مش بيشتغلوا. ايه الحل؟ انا اظن انه في توجه وارجو ان يكون احساسي مظبوط بتغيير المناخ، يبقى مناخ اكثر جاذب اكثر للمنتج للممثل، تفتح الابواب اكثر بحيث تعود مره اخرى الدراما والسينما. في طبعا مشاكل فعلا انتاجيه، في فنانين ما بيشتغلوش، وده مش بيتقال بس اكل عيش، يعني طبعا انا اهميه اكل عيش طبعا مفيش فيها جدال، لكن لاهميه وجود هؤلاء الفنانين اظن ان في توجه لخلق مناخ ربما يسفر في 2020 يعني العام القادم عن توافد افكار عديده، او اتمنى ذلك على الاقل. نتمنى ذلك. معك الفنان الناقد الفني طارق الشناوي، شرفتني استاذ طارق، كنت معانا من القاهره، شرفتني يا فندم. نخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، خليكم معنا.